الفريق الزقوري محسن. كرة من جديد لصالح فريق النادي المكلاسي، تلعب أمامية خطيرة، هدف لصالح فريق النادي المكلاسي، هدف لصالح فريق النادي المكلاسي. كما قلت انتظرنا تقريبا 15 دقيقة الأخيرة وكنتابعوا أول هدف، كنتابعوا أول هدف، يعني جاء بواحد الشكل مباغت. معلنا بالتالي فريق النادي المكنسي على أول هدف، فيصل بن قصو يسجل هذا الهدف من خلال الرأسية، فيصل بن قصو أخ ديال منير بن قصو.